تفضلوا استريحوا. بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. تحل علامات الدين فضل بركات الابد الابد ولدهر الدهرين كلها امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا بنحتفل النهارده بعشيه عيد الصليب، وزي ما احنا عارفين الكنيسه بتعيد للصليب عيدين، عيد في 17 برمهات، في 10 برمهات، وعيد 17 توت. وعيد 17 توت بنحتفل ثلاث ايام، 17 و18 و19 اللي هو بكره وبعده والحقيقة يعني عايزين نتأمل مع بعض كذا تأمل صغير في الصليب لفايدتنا. ما قبل الصليب كان ذكر الصليب مشكلة. ما قبل الصليب كان ذكر الصليب مشكلة. عشان كده بولس يقول لك ايه؟ أكرز بالصليب للايه؟ لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. فكان في مشكلة في ذكر الصليب ما قبل الصليب. ولا زالت هذه المشكلة قائمة لكل من يمنع نفسه من قبول الصليب. كل واحد حاطط حاجز بينه وبين الصلب والصليب وقوة الصليب والتمتع بقوة الصليب، هيقف قدامه الصليب مشكلة، هيقف قدامه الصليب مصيبة. عشان كده إلى الآن لاقي كل ما الناس نتكلم عن الصليب أول حاجة يقوله هو إله اللي بيتألم، هو مشكلتكم أنكم لازالت غشاوة قوة الصليب ما انقشعتش من عيونكم، معرفة قوة الصليب. أول سؤال هنتسأله اشمعنى الصليب؟ والحقيقة قديس أثناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة حاطط أعتقد من فصل 21 لفصل 26 هو بيتكلم معانا عن اشمعنى المسيح اختار الصليب بالذات. يقول لك لان الصليب هو اعلان الموت الرسمي، مفيش وسيله تانية. كان الناس كلها تشوف ان المسيح ميت غير يبقى متعلق على الصليب فمتشاف من بعد. ويقول لنا كمان لان الصليب هو الاداه الوحيده اللي تستخدم في الموت، يبقى فيها الانسان معلق بين السماء والارض، فيبقى بيوصل السماء بالأرض وينتصر على الشيطان اللي هو رئيس سلطان الهواء في مملكته ويسقه القديس أثناسيوس الرسولي. فيبقى بالصليب كده هو وصل السماء بالأرض تاني. يقول لك مفيش موتة تانية يبقى فيها اللي بيموت فاتح دراعاته ليقبل الكل غير على الصليب. يقول لك فضحت احتوانا في حضن عظيم يستمر الى الابد. هذا الحضن ما كانش يتحقق غير على الصليب. عشان كده دي من الاسباب الرئيسية للقديس اثناسيوس الرسولي بيقولها لنا في تجسد الكلمة ليه اختار الصليب. ممكن يموت المسيح في السر، لكن هذا كان لم يخدم، ده هو مات جهرا وقام جهرا وشككوا في الموضوع اليهود، والى الان الناس بتشكك في هذه القيامة وهذا الموت. فما بالكم لو كان مثلا قطعت رأسه بالصيف ولا حاجة زي كده، الناس كانت هتشوف ايه؟ غير كده كمان الصليب هي الميتة الوحيدة اللي يبقى فيها الجسد كاملا، لان الكنيسة جسد المسيح واحدة لا تتجزأ. عشان كده كان الصليب عشان المسيح جسده لن ينقسم، مفيش رقبة طارت بقت في حتة وبيت الجسم في حتة ولا أعضاء طارت وبقت في حتة، لا، بالصليب الإنسان كاملا ظاهرا محتفظا بشكله، مش زي الحرق، لو اتحرق كان هيبقى رماد، لكن جسد المسيح واحد لا يتغير ثابت، وكان لا يتحقق هذا إلا بالصليب. والكنيسة كمان أخدته على على انها جسد المسيح فكنيسة الله الواحدة. عشان كده في القداس بنقول الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسلية، بنقول الكنيسة الواحدة لانها واحدة لان جسد المسيح واحد، ونقول عليها الوحيدة لانها الوحيدة جسد المسيح، لان المسيح ملوش كذا جسد. عشان كده بنقول الواحدة الوحيدة لان مفيش كذا جسد للمسيح، هو جسد المسيح الواحد. وهيأ الله البشرية من ايام ادم لقبول الصليب، من ساعة لما وعد وقال نسل المرأة يسحق رأس الحية، بعد كده علم آدم وحواء تقديم الذبايح
ورفض الذبيحة اللي قدمها قايين اللي كانت عبارة عن أعشاب، وقبل ذبيحة هابيل اللي كانت ذبيحة بسفك دم، لأن زي ما الكتاب بيقول لنا وبدون سفك دم لم يحدث مغفرة. ونمشي نلاقي ازاي كان ربنا بيحضرنا بالنبوات وبالأمثال للصليب. عشان كده ناخد بالنا مثلا لما يعقوب نام وشاف السلم الذي رقاه يعقوب، قال لك هذا هو باب السماء. والكنيسة بتقول حاجتين، بتقول السلم الذي راه يعقوب ده يرمز للعذراء لأنها اللي وصلتنا بعلاقتنا بالمسيح للسماء، ويرمز أيضا للصليب لأن هو الصليب اللي ربط بين الأرض والسماء، ويعقوب شاف السلم طلع إيه من الأرض للسماء، كده هو يرمز كمان للصلب. ففي الصليب تحققت الوعود الإلهية، وبالصليب تحققت النبوات والرموز اللي ربنا كان بيحضر عليها الإنسان دائما. وأصبح بالصليب في مفاهيم جديدة، وهي دي بقى النقطة المهمة، بقى عندنا مفهوم جديد عن الموت، انتقال من حال لحال، أن الموت بداية وليس نهاية. وده أول مفهوم حلو تعلمناه بالصليب، أن الموت بقى بداية الأبدية والحياة الدائمة مع الله. فمن أول الحاجات تعلمناها أن الموت ما بقاش نهاية بل بقى إيه؟ بداية. بالصليب صرنا أبناء الله، فقد اتحدنا به في صلبه، اتحدنا في جنبه، واتحدنا بالتناول من دمه الذي سفك على الصليب، ونلنا هذه الاستحقاقات بالمعمودية. فبقينا نقدر نقول على نفسنا ان احنا اولاد ربنا. كمان الصليب بعد لما كان ضعف بقى قوة، عشان كده الشياطين ترتعب، هو قوة روحية، الشياطين ترتعب، ظهور الصليب يرعب الشيطان، وذكر الصليب يرعب الشيطان. عشان كده القصة الشهيرة على القديسة مارينا لما ظهر له الشيطان في هيئة ملاك، قالت له انت ملاك ربنا، فين رمز جنديتك للمسيح، فين صليبك؟ اتحرق الشيطان ما قدرش، فين صليبك؟ لان الصليب بقى رمز للقوة، والصليب بقى العلامة التي تحمينا وتطورنا بعد لما كان رمز للضعف. عشان كده الصليب هو الشبكة اللي قدمها العريس للعروس، قدم ذاته على الصليب لنكون نحن له. فهو ده علامة اتحادنا بربنا زي ما قلنا. عشان كده في المقابل احنا بنقدم ايه؟ بنصلب الجسد مع الاهواء والشهوات زي ما بولس قال لنا، لان هو قدم لنا حب في الصليب، ونحن بقبولنا الصليب بنقدم حب. يقول ضمنا اننا نقبل محبتك لنا يا الله. عشان كده انا بقبل الصليب لكي استطيع ان اقدم حب كما أحببتني أنت أولا. عشان كده القديس كيرلس الكبير لنا إيه؟ نتمتع بالحياة خلال دمه قاعطية ننعم بها بنعمته، لأن الصليب أعطانا حرية، أعطانا نصرة، والصليب أعطانا إيه؟ تقديس للذات، والصليب أعطانا زي ما قلنا النصر صراع الموت. فقد جاء المسيح ومات لأجل حياة العالم، لم يعد الموت موتا نوما ونياحة. عشان كده القديس ده بيقوله، الكلام ده بيقوله القديس يوحنا ذهبي الفم، فما دامت النصرة هي لنا إذا يليق بنا كجنود أن نرتل اليوم بأصوات مفرحة بتسبيح الغلبة، نسبح سيدنا قائليا قد ابتلع الموت إلى غلبة، أين غلبتك يا موت؟ أين شوكتك يا هوية؟ وأصبح المسيح هو بكر بين إخوة كثيرين. عشان كده
القديس غرغوريوس النيسي يقول الصليب هو الطريق الذي ربط المسكونة كلها بالله، ربط العالم كله، وصل العالم كله ربنا. ما كانش فيه طريق غير الصليب. يا ريت نتمتع بقوة الصليب. وهنقول ايه بقى؟ هنقول نركز واحنا بنتكلم عن الصليب. من اكتر الحروب الروحية اللي بقت بتحاربنا اليومين دول هو ايه؟ سامحوني في التعبير اللي استخدمه، الهرشة. عارفينها دي؟ الاقي واحد بيرشم الصليب وبيعمل كده، ده كده يحمو وجوف عايز الحموضة، يا بيهرش مش كده؟ فالاقي كده، ايه كده دي؟ ايه كده دي؟ الصليب. ركزوا وانت بترشم، وانت بترشم الصليب ركزوا في نعمة الله بالصليب المعطى لنا. ما تكروتوش رشامة الصليب، ما تكروتوش. هو ما كروتناش لما اتصلب واحتمل الالام الى المنتهى واحتمل الخزي، حتى ان احنا نتأمل في عظم محبته بصليبه. الشيطان بقى يحاول يحرمنا منها بان احنا نكروت رشم الصليب. التدريب اللي ناخده السنة دي من عيد الصليب، ما تكروتوش رشامة الصليب. ممكن؟ يا ريت ما تكروتهوش. لإحنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.